أعزائي المشاهدين، صباح الخير، صباح يوم جديد مليء بالسعادة والسرور والفرح والنور، صباح الصحة والجمال، وتحية خاصة وطيبة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من قلب استوديو قناة الصحة والجمال، ولقاء جديد وحلقة جديدة مع برنامجنا وبرنامجكم طموح شباب. زي ما عودناكم إننا هنجيب لكم مواهب عظيمة، وإننا هنقدم شباب عندها طموح وعندها أهداف وعندها مواهب جميلة إن شاء الله. النهارده حلقتنا مميزة غير كل الحلقات، وزي ما انتم عارفين ان الشباب هم عمود وعصب الأمة، هم الدرع الواقي والحافظ على الأمة ونهضة الأمة ونهضة المجتمع العربي والعالم. النهارده في حلقتنا حلقة مميزة فيها مواهب جميلة جدا هنقدمها لكم. الحلقة التانية ان شاء الله هيكون معانا موهبة جميلة وهتعجب السادة المشاهدين. اما عن الحلقة الأولى فهيكون معايا أستاذ كريم الفارس، الدبلوماسي لدى الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد والإرهاب، وكمان صاحب شركة الفارس الاستثمارية في روسيا. وموضوع حلقتنا النهاردة دعم الشباب معنويا. خلينا نرحب بضيفنا، أهلا بيك يا أستاذ كريم. أهلا بيك أستاذ محمد، نورتنا في حلقتنا، وإن شاء الله بإذن الله نقدم موضوع كويس وجميل يعجب بيه السادة المشاهدين على الهواء. سعيد إن أنا النهاردة مع حضرتك. قول لنا يا استاذ كريم، ازاي بدات مشوارك ومشوار كفاحك؟ يعني مش عايزين نقول برضو كلمه كفاح، لانها برضو انا ما اعتقد لسه بدري عليها. يعني نقدر نقول البدايه كانت فين او امتى. يعني البدايه لما فكرت اساسا ان انا عاوز اشتغل. جميل. في فتره اساسا ما كانش ينفع فيها ان انا اشتغل. جميل. انت طالب بتدرس، بس هو كان الطموح كان بزياده ان انا بفكر عايز اشتغل، عاوز يكون شخصيتي مستقله بنفسها، عايز اعمل حاجه لنفسي. الكلام ده ممكن نقول مثلا كان تقريبا من اولى ثانوي. اولى ثانوي يعني بدات مشوار كفاحك من اولى ثانوي؟ تقريبا من اولى ثانوي ابتديت شغلي في مجال الدعايه والاعلان. بعد كده بحوالي 3 سنين ابتديت افتح لنفسي شغل الحساب الخاص. بعد كده تقريبا كان فتره الجامعه سافرت على دولة روسيا. ما شاء الله. كان الكلام ده تقريبا كان عندي اياميها حوالي 20 سنة. جميل جدا. يعني بدأت مشوار كفاحك وانت في سن يعني نهضة الشباب، يعني ما شاء الله سن كويس جدا ان الشاب يبدأ ياخد فيه خطوات كويسة جدا وياخد فيه قرارات جميلة جدا. الأستاذ كريم بيقول ان هو بدأ خطوات كفاحه من هو اولى ثانوي، وده معناه انه فعلا اتخذ قرارات كويسة من هو في قيد دراسته وفي ظل دراسته، واجتهد وسعى ان هو يحقق طموحه ويحقق اهدافه. استاذ كريم قول لنا، مين وقف جنبك او سندك في مشوارك؟ والله هو الغريب شويه في كلامي اللي هقول لك دلوقتي ان المسانده جت من ناس بعيده عني شويه، يعني ما كانتش من الناس المقربين او الناس اللي انا المفروض افكر ان هم اول ناس كانوا المفروض ان هم يقفوا جنبي. لكن كان في مساعدة بطريقة ممكن نقول غير مباشرة بتوجيهات. يعني مثلا أقدر أقول من أكتر الشخصيات اللي مثلا كنت معجب بيها جدا بطريقته، بطريقة كلامه، شخصية عامة اجتماعية، ده كان عمي رحمة الله عليه، ربنا يرحمه. فكان محببني إن أنا أساسا يعني اطلع شخص اجتماعي زيه. فلقيت اكتر حاجه ممكن تخليني اجتماعي وسط الناس او اتواصل مع الناس اكتر هو مجال العمل. كل ما مجال العمل بيوسع اكتر، كل ما علاقاتك بتوسع اكتر، بتقدر تتواصل مع ناس اكتر، فبتعمل شبكه علاقات كبيره. دي في حد ذاتها هي اللي بتخليك تساعدك انك تكون اجتماعي وسط الناس. حقيقي فعلا. تقدر تعمل حاجه. جميل جدا. يعني استاذ كريم بيقول ان هو شخصيه اجتماعيه، وان في حد كمان واقف جنبه ودعمه وسنده وحببه في ان هو يكون اجتماعي وان هو يكون عنده طموح وان هو يبدا يحقق اهدافه. قول لنا، اكيد يعني واجهت صعوبات في حياتك، ازاي تجاوزتها؟ مفيش صعوبات بتيجي غير لما يكون محتاجه صبر. حقيقي فعلا. يعني وفي نفس الوقت برضو لو انت مفيش اصرار عندك انت مش هتعرف تعدي من الازمه اللي انت فيها. حقيقي. يعني في ازمات كتير بتيجي انت بتقول مثلا بينك وبين نفسك انا عمري ما هعرف اعديها.
لا الأزمة دي بيحسها إنها مستحيلة، إنها مستحيلة، لكن ما فيش حاجة مستحيلة. أنت ممكن تبص لها بنظرة إن هي دي خلاص، دي اللي هتقطم ظهري ومش هقدر أقوم تاني أو أعمل أي شيء تاني. مرحلة اليأس. مرحلة اليأس، بس مرحلة اليأس لو تمكنت منك أنت بتهد كل حاجة، وما فيش حاجة اسمها يأس. دي ممكن نقول إحنا حاجة بنخترعها، وعقل العقل نفسه هو يعني بيبتكرها جواه عشان يحاول يستسلم الأمر اللي هو فيه فعلا. لكن أنا من رأيي ما طول ما في إصرار وفي صبر، لا إن شاء الله في توفيق من عند ربنا وتقدر تعدي من الأزمة إن شاء الله. ربنا يوفقك دايما ويزيدك صبر أكتر، وأنت ما شاء الله شاب طموح جدا وعندك خليك. أهداف جميلة جدا، وتقريبا السيرة الذاتية بتاعتك جميلة، إن أنت سافرت وكافحت ولسه في لسه في أهداف معاك كمان نفسك تحققها، وإن شاء الله ربنا يحققها لك في أقرب وقت. اكيد لكل نجح في مجاله اكيد يعني لازم يكون ليه عدو. انت يعني اكيد ليك اعداء في نجاحك. اعداء في نجاح، مش عايز اقول لك يمكن كلمه برضو اعداء في نجاح دي، ممكن يكون شخص باصص بس في حياتك، باصص في حياتك تمام، هو مش عايزك توصل لحاجه، رغم ان انت حتى وصولك مش هيأذيه في حاجه. لا يعني المهم انه يحبطك، المهم يوقعك، المهم انه يوقعك. حقيقي ممكن فعلا. هو في ناس كده كتير ممكن يكون صديق وقريب منك جدا، بس للاسف يعني ما هي الصدمه ما بتجيش غير من القريب. بتيجي للاسف من القريب. يعني احنا بنتوقع دايما ان اغلب الاقارب او الاقربين هم السند واللي هم الدعم، بس احيانا بنلاقي الغريب هو اللي يستحق ان احنا يعني بيقف معانا ويسندنا ويدعمنا. فيعني الله يكون في عونك في ان فعلا بتقول ان في غريب وقف جنبي وسندني ودعمني. يعني فعلا ناس كتير جدا بتواجه المشكله دي. يعني طبيعه عملك في شركه فارس ايه؟ هو انا شركه فارس احنا بدايتنا كانت المفروض 2018، احنا كنا المفروض شركة استيراد وتصدير أخشاب من روسيا. استيراد وتصدير من روسيا. من روسيا لمصر، لأن طبعا نسبة ده الغابات، ده تعاون دول كويس. ده يعتبر نسبة الغابات عالية هناك في روسيا، يعتبر من أهم الدول المصدرة على مستوى العالم طبعا روسيا بالنسبة للأخشاب. فده كان بداية مجال عملنا، إن احنا نصدر أخشاب من روسيا لمصر والدول العربية. بعد كده احنا الفترة الأخيرة دلوقتي احنا دخلنا في مجال تاني اللي هو الاستثمار داخل دولة روسيا. ده عبارة عن استثمار في كذا مجال، يعني الفترة الجاية إن شاء الله، إن احنا المفروض في الفترة اللي هي من شهر 12 لغاية شهر مارس 2021، احنا المفروض دلوقتي بنأسس 3 شركات بشراكة أردنية، دي هتبقى شركة سياحة، شركة مقاولات دي هتكون شركة مصرية خالصة بنسبة 100%، والمجال الثالث هيكون مجال خاص بالأغذية والمطاعم. تمام. زي ما شايفين على الشاشة الصور بتاعت الأستاذ كريم ومرور وقت كفاحه وصبره وعزيمته وإصراره وتحقيق أهدافه في المجتمع. ده الصور دي يعني من أغلى الصور بالنسبة لي. أكيد يعني دي كانت طبعا ده سيادة اللواء محمد جاد. يعني أنا أحب أستغل برضو الفرصة وأتكلم. إحنا طبعا اللي هو محمد جاد كان مدير أمن السويس سابقا ومساعد أول وزير داخلية، هو حاليا مرشح نفسه حتى في انتخابات برلمان 2020 في دائرة منيا القمح. هو طبعا بس جميل جدا. ده انا جميل جدا ان الصوره دي جت دلوقتي. برضو يعني انا عايز اوجه برضو يعني كلمه صغيره بالنسبه لل ممكن اقول لاهل مدينتي منيا القمح. تمام. او الشباب الموجود في منيا القمح. اتفضل. احنا للاسف اكتر حاجه بتستغل هنا في مصر كلمه الشباب. الشباب فعلا فعلا بيبقى في ناس او في بعض الجهات المعينه بتستخدم الشباب تحت نظام مثلا ان احنا هندعمكم ونقف جنبكم ونجيب لكم وظايف و للاسف دي يعتبر اسوا ما يمكن موجود هنا في مصر، انت تستغل الشباب. استغلال الشباب ده اللي انا بلعب معاك على العاطفه. انا هخليك في مكان تانية، انا هخليك في وظيفة كويسة، أنا هصفرك، أنا هعملك، أنا 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 أنا. وطبعا دي كلها طبعا أحلام خيالية خيالية. محمد بيه طبعا أنا لما تلاقيت معاه
وقبل كده كنت بشوفها على السيره الذاتيه، كان دايما موجه كلمتين اساسيه، يعني كلمه اساسيه بالنسبه لموضوع دعم الشباب. دعم الشباب بالنسبه له مش ان هو يجي له وظيفه، دعم الشباب هو تاهيل الشباب، تاهيل الشباب، تاهيل الشباب، ان الشاب يتاهل. تاهيل الشباب دي مش تاهيل على مجرد مثلا تاهيل مثلا تعليمي، لا، تاهيل ده اكون يكون قائد في المستقبل. هي دي نظرته، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا محتاجينه فعلا. هي دي اللي البلد محتاجاه في الفتره الحاليه. الشاب دلوقتي محتاج اللي يؤهله، اللي يدعمه دعم ما يكون فيها واقف على رجليه. انا لما بدي تاهيل بقى ثقافي وتعليمي تمام ومعنوي للشباب، انا قادر استغل الشباب ده استغلال الصح. لكن ما ينفعش ان انا اقول لك تعالى امسك منصب قيادي وانت لا تفقه اي شيء. حقيقي فعلا. لكن لما باهلك من دلوقتي فكر ان انت جاهز، انت خلاص جاهز، الفرصه اول ما هتيجي انت خلاص هتلتئمها على طول. حقيقي. هي فكره في كده بقى، احنا عايزين ناهل قبل ما نتكلم في وظائف. الوظائف ما فيش اكتر منها. تمام. اي حد ممكن يجيب شركات خاصه ويقول لك انا عندي وظائف و وتعالى ووفرها لك واستغل الشباب في نقطه زي دي واشغلهم وانا كده دعمتك. لا، انت ما دعمتنيش. ده في بعض كمان، يعني في بعض المواضيع المهمه اللي حضرتك بتتناقش فيها، اللي هو النظام اللي بيجيب الشباب ويشغلها ويديها راتب قليل جدا تحت بند ان ده نظام كورسات مكثفه هيتدرب بيها او ده للأسف تدريب. وده طبعا يعني اظن ان دي حاجه مش كويسه، ان الشاب يطحنوه ويطلعوا عينه ويبقى لسه شاب ناضج، لسه شاب عنده 17 18 سنه، لسه المفروض ان هو مطلع على الحياه، المفروض ان هو عايز يفتح حياه جديده ليه، فبيلاقي نفسه مضغوط، بيلاقي نفسه محطوط في شغل ضغط، وفي نفس الوقت بياخد راتب قليل جدا. لا، والفتره الاخيره كمان انتشرت يعني ظاهره غريبه جدا، اللي هي فكره الكورسات اللي بتتعمل واكاديميات و بكرنيهات سياده المستشار وسياده الاعلامي وسياده مش عارف مين وسياده ده ده وسيادة ده شيء ده شيء ظاهر كتير جدا. وللاسف 90% منهم غير مرخصين و90% منهم غير معتمدين. يعني احنا نيجي بنتكلم مثلا، لما اجي مثلا بنقول مثلا احنا بناخد دوره في اعداد القاده او دوره في العلاقات الدبلوماسيه القنصليه، بنتكلم في حاجات ذات مستوى رفيع. فعشان تاخد حاجه زي كده وماده دسمه زي ديه وتكون متمكن فيها لازم تاخدها من جهاز معتمد. فلما جينا خدنا مثلا الدورات بتاعتنا، احنا خدناها منين؟ خدناها من مثلا من المعهد الامني التابع لوزاره الداخليه. استاذ كريم كمان ما شاء الله عنده شهادات جميله جدا، اتمنى الاعداد يعرضها لنا على الهواء. الشهادات يعني حاجه جميله جدا ان الاستاذ كريم يكون حاصل على حاجات زي كده، وده نموذج عظيم ونموذج جميل جدا للشباب انه يعني يتاهل ان هو يدرب نفسه، ان هو يدخل في مجالات كتير جدا، ان هو يجازف ويكافح، لان الشاب مطلوب منه ان هو فعلا يقف على رجليه ويساند نفسه، ولو ملهش مدعم او حد يدعمه فلازم يقف برجليه، لازم يخوض حياته بشكل حتى لو كان بشكل فردي، لان هي الحياه طالبه منه ان هو يجازف وان هو يكافح. وطبعا الاستاذ كريم نموذج عظيم جدا للشباب. مشكورة جزيلا. اللي عنده شهادات كويسه جدا، انا ورياني ما شاء الله، يعني انا شفتها يعني ابهرت بشخصيه الشاب كريم الفارس، نموذج عظيم ومشرف للشباب ان هو حصل على شهادات تكريم وشهادات معتمده من جهات اساسيه وجهات رسميه. احنا نتمنى كمان وننشد الشباب انها تتجه لاماكن رسميه، ونحاول ان هي كمان ما تفكرش تفكير اللي هو سرعه الحماسيه، ان هو انا متحمس هروح اخد دوره في مكان كذا واخد دوره في دوره تعليميه في مكان كذا. هو انت هتتعلم، لكن برضو مش هو المكان اللي هيديك الشهاده الاساسيه، او مش المكان اللي هيؤهلك تاهيل اساسي، لكن اتجه الى الاماكن الصحيحه اللي تقودك صح وتؤهلك تاهيل صحيح وتاهيل علمي مناسب ليك. فاستاذ كريم اكيد يعني الشباب يعني ازاي يدعم الشاب طموحه، يعني ازاي يدعم الشاب طموحه؟ هو كذا كذا عامل. النظريه او خلينا نتكلم عمليا، انا مثلا بتكلم مثلا هجيبها مثلا في مثال صغير. تمام. لما جيت سافرت روسيا او اي حد بيتغرب بره مصر،
جميل، بيتغرب عشان يعمل ايه؟ علشان يقف على رجليه ويساند نفسه، خلينا صراحة مع بعض اكتر، اللفظ الاساسي عشان بيطلع يشتغل بره عشان يجيب فلوس. فعلا، عشان يشتغل ويقدر يصرف على أسرته. ده جميل حقيقي. جدا. طب انا بتكلم في شاب دلوقتي سافر دولة عربية، سافر على قد عمله والكلام ده كله، فالموضوع بالنسبة له يعني ايه، في سيستم محطوط له رايح عليه، بعكس مثلا لما يكون شاب مسافر على دولة أوروبية، انت مطلوب منك لغة اه لازم علشان بتاعة تعرف الدولة. تتعامل مع المجتمع الروسي. مظبوط، عشان يكون معايا لغة لازم أدرس اللغة وأكون مطلع عليها جيد. تمام. رقم اتنين، عن طريق اللغة أبتدي أكون علاقات، وعن طريق العلاقات أقدر أحط نفسي في مكانة كويسة وفي شغل كويس، ده وبعد حقيقي. كده بتيجي الفلوس. لكن للأسف إحنا 90% عنده نسبة استعجال، فعلا أنا عايز أنزل من الطيارة في أي دولة برايحة متغرب فيها، وعايز تاني يوم ابتدي اقبض فلوس، وللاسف مفيش حاجه بتيجي كده. ما ما الموضوع بيبقاش عنده خطة أو دراسة للموضوع اللي هو رايح له. اي مشروع انت داخل فيه، حتى الغربه دي تعتبر مشروع، أكيد دي فعلا، يعتبر مشروع، انت لابد رايح من حتى تخطيط متغرب ليها بشكل لازم صحيح. التخطيط ليها، لازم حقيقي يكون عندك صبر، هي برضو النقطه الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها، الصبر. الصبر في اصرار أهم عندك حاجة، هتستمر، الصبر والإصرار. والاصرار. جميل جدا يا أستاذ كريم. تناشد ايه بالشباب اللي عندها يأس وطموح، وعندها يعني عندها يأس وعندها تحطيم نفسي؟ والله انا مهما كانت العوامل اللي حواليا اللي يعني هتنتج عنها اليأس، او ان انا اشعر باليأس او الاحباط، انا بحاول برضو ادور ايه جنبيها ممكن معاك. يديني طموح ويديني امل في بكره. طيب، هي الشهادات دلوقتي هتتعرض على الشاشة، هتطلع وناقشنا فيها. زي ما انتم شايفين، شهادة للأستاذ كريم الفارس، دي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ده تابع لجامعة الدول العربية، دي تابع لجامعة الدول العربية، دي كانت في إعداد القادة. إعداد القادة. يعني دخلت إعداد القادة، دخلت وما إعداد شاء الله القادة، كمان أخدت عليها شهادة، وشهادة رسمية. وشهادة رسمية. جميل. دي كانت في التفويض الدبلوماسي والعلاقات القنصلية، دي خاصة بالتجارة، يعني التفويض التجاري الدبلوماسي التفويض بمعنى أصح، التجاري الدبلوماسي. الدبلوماسي اللي هو جميل العلاقات اللي هي بين الدول وبعضها تجاريا يعني. جميل جدا جميل جدا. الصورة اللي بعدها. طيب، تحب تهدي مين يستحق انك تقول فيه فعلا وقف جنبي وسندني؟ والله انا مش عايز برضو انسى حد يعني، بس انا في كذا شخص اكيد في حد وقف جنبك تحب، يعني اكيد هتهدي له اهداء جميل لانه يستحق انك تهدي له والله الاهداء. انا اقدر اقول، بس برضو انا يعني متخوف ان انا انسى حد، عشان برضو ما هو تقريبا موضوع الاهداء ده بيحتاج بتبقى يعني الى حلقات كتير جدا، لان اكيد بس عشان اتذكر، لان كل مرحلة اكيد كان فيها حد وقف جنبي في حاجة، جميل. يعني في كل مرحلة كان فيها حد وقف جنبي في حاجة. لكن ممكن نقول يعني من أقرب الناس ليا على المستوى الشخصي ليا شخصين، واحد اسمه الأستاذ عمرو بدوي، أستاذ عمرو بدوي. والأستاذ عادل جاري، وفي الحاج سعيد أبو هاني. ده أنا بعتبر الثلاثة دول يعني مصدر الطاقة بالنسبة لي، ما شاء الله. إن احنا هو طبعا تحياتنا لهؤلاء الناس اللي وقفوا جنب استاذ كريم ودعموه وسندوه وبثوا في روحه الامل ان فعلا في طموح وفي اهداف، ولكن اسعى من اجل التحقيق. ان شاء الله ربنا يوفقك يا استاذ كريم. أشكرك جزيلا. لا عمرك كان كام سنة لما بدأت تاخد قرارك؟ طبعا برضه هي كانت فترة الثانوي، لأن كان الفترة دي أنا يعتبر كنت خلاص يعني في حالة صدام مع الأسرة، اللي هو يعني هتشتغل يبقى أنت خلاص كده مع نفسك، اللي هو أنت ما تجيش تطلب مثلا أي حاجة. فأنا كانت عملية عند بالنسبة لي، لا أنا ماشي خلاص هشتغل. يعني أصريت في نفسك إنك لا تقف على رجليك وتشتغل وتعتمد على نفسك. اعتمد على نفسي. بعدين حبيت ان انا اكون اجتماعي، فانا قلت لا ده لازم كمان اخش في العمل السياسي. العمل السياسي. فانا كانت اول دخولي طبعا فترة طبعا الثورة بتاعت 25 يناير، انا ما شاركتش في التحرير عشان برضو يعني اكون صريح اكتر، تمام. انا كنت ايام فترة الثانوية عامة، ف
انا كنت متواجد فتره فكنت ايه منشغل بدراستك اللي هي اكتر. ممكن نقول ايه بقى الفتره اللي بتاعت ايه بقى المظاهرات اللي هي إيه الحماسيه اللي كانت موجوده مثلا ايه في المدن عامه، فدي كنت انا موجود فيها. تمام. بس جيت بعد كده شاركت بقى اكتر بقى في العمل السياسي، شاركت في التيار الشعبي مع الاستاذ حمدين حمدين صباحي، صباحي فعلا. وفي 2013 تشاء الصدف ان انا كنت انا وشخصين كمان المفروض هما اللي كانوا مسؤولين عن حملة تمرد في مدينة منيا القمح، تمام. وللاسف اعتذروا لظروف ما خاصة بشغلهم او الكلام ده كله. فانا مسكت كل ده ساعتها كنت في فترة يعني شبابك 19 سنة،19 انا سنة بكلمك في 20 سنة 19 سنة يعني. يعني دي الشباب اللي استغلت شبابها صح، واستغلت فترة المرحلة بتاعت الشباب بشكل صحيح، ان هو يدخل يشارك في المرحلة السياسية، وان هو يعتمد على نفسه ويقف على رجليه، وان هو ازاي يجيب القرش. احنا عارفين ان اللي في مجتمعنا حاليا شباب كتير بتواجه يعني يأس كبير، بتواجه احباط ان مش لاقي حد يدعمه، مش لاقي حد يقف جنبه، او هو مش عارف ياخد خطوه، ازاي يتاهل، مش عارف ياخد خطوه، يبدا ازاي ومنين. وطبعا ولان الاستاذ كريم نموذج عظيم جدا للشباب، شكرا جزيلا. فاتمنى كل الشباب تكون نموذج مثل الاستاذ كريم، وان هو فعلا ياخد خطوه جميله، ان هو يبدا يعرف حلمه هيكون ازاي، وهيبدا يحقق حلمه منين، وكمان يحط هدف، ان تحقيق الهدف لابد ان هو يسعى اليه. استاذ كريم، احنا عندنا مشكله في المجتمع، وهي مشكله الشاب اللي ما بيلاقيش حد يدعمه، فغالبا اما بيتجه الى ان هو يعني يشارك مع المتشردين، او ان هو ينتحر. هو السؤال برضو هنا هو الشخص نفسه. طبعا احنا بنختلف عن بعض يعني. كل شخص فينا نسبة الصمود عنده مختلفة. أكيد. في شخص ممكن يستحمل يصمد مدة سنة، واحد تاني بيستحمل 10 سنين، فعلا. في واحد تاني ما بيستحملش أسبوع على على بعض، حسب طاقة على حسب طاقته طاقة الشخص التحملية. نفسه فعلا. يقدر يصمد ولا. لكن برضو هنقدر نقول انا برضو هعدي زي من المرحله دي. انا اعتقد يعني لو انا قريب من ربنا كويس ومتيقن جدا بنسبه 1000000% ان دي مرحله هتعدي وربنا يقف جنبي، وان انا ما بعملش اي حاجه غلط، وفي نفس الوقت برضو مراعي ربنا في كل حاجه بعملها، اعتقد يعني ما مش عمري ما هفكر في فكره الانتحار. لكن الاحباط اكتر حاجة تقضي على الاحباط هو العلم، الثقافة، الكورسات، الدراسة، دي اللي تقضي عليها. العلم والثقافة والكورسات هي فعلا اللي بتقضي على يأس الشباب وإهداره. وكان معانا طبعا في نهاية حلقتنا الأستاذ كريم الفارس، وأمتعنا وأمتع السادة المشاهدين بتجاربه العظيمة وخوضه في الحياة ومشوار كفاحه. إن شاء الله نستكمل حلقتنا مع ضيفنا الجديد، وهيقول لنا برضو عن مواهبه الجميلة وعن إبداعاته. خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.